الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير ولله الحمد والمنة، ونسأل الله في عليائه ان يشكر لكم حرصكم على الدرس وثباتكم عليه، فنسأل الله جل وعلا ان يثبت هذا الخير فينا وبنا ومعنا ولنا. نسأل الله في عليائه ان يشكر لكم وان يجعله في ميزان حسناتكم. نعم، بلغنا الى قوله جل في علاه: واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، يعني صفر. وهذا هذا الكلام المخاطب به هو النبي صلى الله عليه وسلم، ان يضرب لاهل مكه هذا المثل. وهذه من باب السعيد من وعظ بغيره، وما يكون الامر فيه سابق مر على ما مر عليه الا يكون فيه العظه والعبر والعظات ايضا والحكم، وان السعيد هو كما قلنا من وعظ بغيره. واضرب يا محمد، واضرب لهم مثلا اصحاب القريه جاءها المرسلون. احنا لا يهمنا اي قريه، ان يهمنا في هذا الباب هو المثل المضروب، لان المثل المضروب من اجل ان نعتبر به وان يتزن الامر عندنا وان نتجنب ما وقع فيه حتى تكون النجاة. وإن كان البعض يرى أن القرية هنا المقصود بها هي أنطقية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني وقت ما جاءها المرسلون. اذكر إذ جاءها، وقت ما جاءها المرسلون، وكما قلنا الرسالة، وأن الله جل وعلا رحمة بالعباد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج والبراهين، وإن الله لا يعجل بالعقوبة حتى يقيم الحجة، وأن الله لا يعذب حتى يقطع العذر. إذ جاءها المرسلون، يعني ما جاءها رسول واحد بل أكثر من رسول، وهذه فيها دلالة على العناية من الله جل في علاه بهم، وأن الله أراد نجاتهم ورحمتهم. ولكن كثير من الناس لا يقدر ذلك ولا يعلمه ولا يعمل به. قال الله تعالى: إذ أرسلنا، ثم أجمل ثم فصل. وكما قلنا الإجمال تشويق للتفصيل لتعلم دقائق الأمور وتصل بها إلى محط النجاة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. فبين الله جل وعلا أنه أرسل رسولا ورسولا آخر، كان من العتو والطغيان الكفر بهما. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وانظر هنا أيضا فيها لفت الانتباه إلى أن الله جل وعلا ما عجل لهم العقوبة بل أرسل ثالثا. وهذه قد تكون كما قال علماؤنا فيها التقوية والتسلية للذين أرسلوا قبل، قواهم بالرسول الثالث، ففيها من وجد على الخير أعوانا يرجى الخير منه وبه وفيه، ويرجى الخير في دعوته. وكلما كان منفردا كانت المشقة أشق وأعظم، ولكن الأجر عند الله أعظم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. لكن الحق أن هذه لفت انتباه إلى الاتفاق وعدم الافتراق، وإلى الوحدة وعدم الفرقة. قال عمر الخطاب: قد جاء مرفوعا موقوفا، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، الفرقة عذاب. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. فانظر إلى الداعي، إن كان يجد أعوانا على الخير فالخير ينتشر به وبهم، ويتقوى هو بهم وهم كذلك، وتكون المسألة على البر والتقوى تعاونا إرضاء لله جل في علاه.
قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين. وقال: دعوها فانها منتنه، عندما قال يا للمهاجرين يا للانصار، دعوها فانها منتنه بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم. وقال: من وجدتموه يتعزى بعزى الجاهليه فاعضوه بهنا ابيه ولا تكنوا. فكانت الحكمه هنا من اجتماع الثلاثه تقويه الجانب وقوه الدلاله واظهار الحجه وفتح سبل للانقياد والانصياع ولكثره الخير في الناس. فعززنا بثالث، فقالوا الثلاثه قالوا فقالوا انا اليكم مرسلون، يعني انا اليكم مرسلون من قبل ربنا. يعني هذا ادب الجم، هذه اخت مؤدبه واخت، هي اخت مؤدبه واخت اراها ما شاء الله ولا قوه الا بالله، يعني تحافظ على الدرس، نسال الله ان يجعل ذلك مزيان حسناتها. فقالوا انا اليكم مرسلون، انا اليكم مرسلون، فلذلك اعلموهم بان الله ارسلهم اليهم واقاموا الحجج والبراهين على ذلك تقويه لجانبهم. وهذه ايضا ان دلت على العطو والطغيان الذي كان فيه اهل هذه القريه. لذلك ما اكتفوا برسول ولا برسولين، بل عزز الله جل وعلا بارسال الرسول الثالث. فلما قالوا انا اليكم مرسلون قالوا: ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، انتم الا تكذبون. قالوا: ما انتم الا بشر مثلنا، يعني انتم الان تتفضلون علينا ولا فضل لكم علينا. وهذا كانهم كما قال الله جل وعلا: ان تعجب فعجبوا ما يقولون اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. كل امه كانها توصي الامه التي بعدها ان تقول بذلك، كما قالوا يريد ان يتفضل عليكم، وقالوا انه الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. فيرون انهم يطلبون وجاهه وسياده ورئاسه، انتم لا فضل لكم علينا. شو انظر حتى، وهذه من خلال وصفات اهل الكفر، وهي تتجلى في اليهود لما طلبوا ملكا يقاتلون معه، لما قال ان نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: ان يكون الملك عليه ونحن احق بالملك منه، ولم يؤت ساعه من المال، ولم يؤت ساعه من المال، فانظر كيف يفعلون. هذه دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء لهم جحود وكبر وهوى يتبعونه، لذلك يعطلون الرسالة ويجحدون بالآيات ويكفرون بالرسل. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، لأنهم افترضوا فريضة أو افترضوا فرضية من بنات أفكارهم، والهوى هو الذي حملهم عليها، وجحودهم وكبرهم هو الذي حملهم على ذلك. لأنهم قالوا: لو أراد الله أن ينزل رسولا أو يرسل رسولا لأنزل ملائكة من السماء، كما قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن بنزول الملك يكون الموت، وهم لا يستطيعون قبول كلام الملك، كيف والملك طول من السماء إلى الأرض، صيحة واحدة هدم بها الملك مدينة كاملة. لكن كما قلت، هذا من التنطع والجحود ومن التعنت، كما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. يعني حتى لو ارتقى في السماء أمامهم يقولون: لا، هذا يسحرنا، محمد يسحرنا، كما قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شوف الجحود وصل إلى
أو بلغ مبلغه عندهم، لذلك قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. عندهم أن إنزال الرسل أو إرسال الرسل يكون بالملائكة، والله يبين لهم لو كان ملكا، لو كانت الملائكة في الأرض يمشون لأنزل عليهم ملكا، لكن أنتم بشر. لذلك قال وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فأرسله بشريا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن رحمة الله أنه جعله بشرا. نعم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا لا عيب لأن كل وجميع الرسل كانوا بشرا. وما أنزل الرحمن من شيء، لم ينزل كتبا وما أرسل رسلا وأنتم عندنا كاذبون. وهذا كله كما قلت جحودا. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، وتجرأوا على تكذيب الرسل. وهذا كما قال الله أتواصل به، دائما يقولون على الأنبياء أنهم قد كذبوا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فقالوا إن كنتم تؤمنون بالله حقا فإن الله يعلم أننا مرسلون، ولو كنا قد كذبنا على الله جل وعلا فإن الله يقطع دابر الكاذبين، ولو تقدمنا بين يدي الله جل وعلا فسنجد العقاب الأليم، ويبين الله لكم ذلك. حتى ما قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين. ولما لم يفعل علمنا أنه لم يكن قد تقدم بين يدي الله ولا تقول على الله، بل بلغ الرسالة أتم البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالتي، وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه وظيفتنا، وهذا دلالة على وظيفة كل رسول هو البلاغ. وقال البلاغ المبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا هذه وظيفة الأنبياء البلاغ، لكن قال البلاغ المبين. قال وما علينا إلا البلاغ المبين، يكون بلاغا ببيان، كما قال ربنا الرحمن في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال مع رسول إلا البلاغ المبين، وقال وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فيكون البلاغ بالبيان، مصاحبا بالبيان. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أعوذ بالله. قالوا إنا تطيرنا بكم، وذلك أنه إذا حبس المطر وأصيبوا بالقحط يقولون ما أصيبنا إلا بكم بسببكم، والحق أن هذا بسبب كفرهم وتعنتهم، كما قال قوم فرعون لموسى عليه السلام. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، والتشاؤم شرك، وأعظم ما في التشاؤم من سوء أنه فيه سوء الظن بالله جل وعلا. أعظم في التشاؤم بأنه فيه سوء الظن بالله جل وعلا، وإساءة الظن بالله جل وعلا عظيمة وكبيرة من الكبائر، وهي من صفات المشركين الكافرين. قال رب العالمين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فهذا سوء ظن بالله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال وأصدقها الفأل، ولأن الفأل فيه حسن ظن بالله جل وعلا. قالوا إنا تطيرنا بكم، والتطير قادح في التوكل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وذكر في صفاتهم لا يتطيرون. تكامل إحسان الظن عند الله بالله عندهم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. يعني لئن لم تنتهوا من التبليغ والدعوة وإقامة الحجة، لا يريدون سماع العظة، لا يريدون سماع التوحيد والأمر بالانقياد لرب العبيد، لا يريدون ذلك. وقالوا يتشائمون بهذا القول،
لذلك يبتليهم الله جل في علاه. المنافق يؤتى بنقيض قصده، لئن لم تنتهوا قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، أي لنقتلنكم قتلا ولا يمسنكم منا عذاب أليم، كما قال فرعون لموسى عليه السلام، قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وسام قومه سوء العذاب وأراد قتله، واتفقت كلمة أهل مكة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واتحدت كلمة اليهود عليهم من الله ما يستحقون على قتل عيسى عليه السلام، ولذلك الأنبياء تعاقدت كلمات أهل الكفر على قتلهم، والله لا يمكنهم من ذلك، قالوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم. فقال الأنبياء قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قالوا طائركم معكم تشاؤمكم عليكم بسببكم ومنكم أئن ذكرتم بالعظة والعبرة، ويذكرونكم بالله جل في علاه، وإذا وعزتم وخوفتم لتقولون ذلك، فشؤمكم بكم ومعكم بسبب كفركم والجحود الذي أنتم فيه والتعدي على رسل رب العالمين، فتأتيكم المصائب تترى، المصيبة تلو الأخرى. ولذلك قال الله جل في علاه وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون، فإن الله يرجئ العذاب لوجود هؤلاء الذين ذروه ذكر الله جل في علاه، فتشاؤمكم من أنفسكم ومن خبثكم وبكفركم، يعني بسبب كفركم وجحودكم بآيات الله وبرسل الله جل في علاه، لنرجمنكم أو لمسأنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يعني هكذا يكون حالكم عندما تذكرون بربكم، عندما ترفع راية أو ترفع الغمامة عن عيونكم وتفتح لكم أبواب البصيرة من أجل الإيمان بربكم جل في علاه، تكفرون وتجحدون وتتهمون الرسل والأنبياء بل أنتم قوم مسرفون، قد أسرفتم على أنفسكم بالكفر والجحود، وأسرفتم على أنفسكم بكفركم بآيات الله وكفركم برسل الله، ولأنكم لو انقدتم وآمنتم لكان الحال غير الحال، وإن الله جل في علاه ينزل عليكم عقابا من السماء كما فعل بأهل مكة عندما اشتد كفرهم واشتد جحودهم وعذابهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعطوهم ونفورهم من النبي ودعوة النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سنين كسنين يوسف أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، فاشتد الفقر فيهم والقحط والجدب حتى أنهم والله ما أكلوا إلا الميتة، ويرون الدخان دون السماء يرون الدخان، حتى دعوا ربهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وقال الله تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فالغرض المقصود عليكم السلام وبركاته، الحمد لله على سلامتك وزادك الله أدبا وجزاك الله خيرا على أدبك، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم، أهذا حالكم عندما تذكرون بآيات الله بل أنتم قوم مسرفون، أنتم أهل جحود وكفران وعصيان. قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. شوف هذا رجل قد آمن وجل إيمانه وأظهر إيمانه وجاء ناصحا أمينا، وهذه والله يؤخذ منها
مأخذا عظيما في مسألة عقادية مهمة. ما هي؟ ما هي المسألة العقادية التي تأخذ من ذلك؟ عندما جاء الرجل وهو يأمر ما أنهاهم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون. ما هي المسألة العقادية التي يمكن أن نقف معها في فعل صاحب القرية هنا؟ تدبروا فالقرآن أنزل للتدبر فلا تدبرون القرآن، قامت الحجة وكنا معذبين حتى نعصر سواء، ممتاز. لكن هناك مسألة مهمة وراء هذا، النزال قبل العذاب قريب جدا يا هباء، ممتاز. محمد قال لا يؤمن أحدهم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه، ممتاز جيد جدا. لكن أريد المسألة العقدية. الإيمان في القلب لابد له من جلاء. الإيمان إذا وقع في القلب يستلزم العمل ولا محالة. لابد للإيمان أن يظهر ويتجلى بالعمل وبالإرشاد والدعوة. لما آمن ذهب داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، دلالة أنه لا يمكن للإيمان أن يستقر في القلب إلا ويظهر أثره في الظاهر. فالإيمان مستلزم للعمل ولا محالة، لابد ولا بد. إذا قال وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا بعد ما آمن، لأنه آمن بهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، آمن بالرسل وذهب لقومه ينذرهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فكان ناصحا أمينا، ولا نعم النصيحة، فلا نجاة لهم إلا بذلك. بل قد تأخذ القرية بأسرها بما فيه من الصالح والطالح، بالعتو وظهور الكفر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. لذلك قد أدم عليه بعدما آمن وعلم الحق، أشار إليه وأمر به، قال يا قوم اتبعوا، اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين فيما يأمرونكم به من الإيمان بالله وتوحيد الله جل في علاه، والانقياد والانصياع لشرع الله جل في علاه، اتبعوا المرسلين. الله أكبر. نعم الله، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهنا أتى بصفتين للرسل، وهي من أعظم صفات الرسل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذه فيها دلالة على حرمة أخذ المقابل على الدعوة إلى الله جل في علاه، ولا أحد يأكل بدينه بحال من الأحوال. وهذه أيضا قد يستدل بها على حرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن، على تعليم القرآن. أما قراءة القرآن، الاستئجار على قراءة القرآن باتفاق أنه لا يجوز، وما الحرام الكلام على أخذ الأجرة. وقلنا أن أخذ الأجرة هنا فيها تفصيل، لا حرام مطلقا ولا حلال مطلقا، والمسألة على تفصيل على ما فصلنا قبل ذلك، إن كان الإعواز والحاجة ويسد الخلة والقضاء الحاجة بذلك، وأيضا بأنه لا اشتراط ويكون على الأمر على الارتزاق، وأنه النية أنه مقابل حبس الوقت فقط لا للتعليم، يكون بذلك على الحل والبل. وما كان فيه من عبادة فيطلب أجره من الله جل في علاه. فلذلك هو قال لهم هنا الآن، يبين لهم هم لا ينازعونكم في الدنيا ولا يطالبونكم بدنيا ولا يريدون الدنيا. الله أكبر. لذلك قال كثير من علماءنا من السلف بالنهي عن طرق أبواب السلاطين، وهذا ورد فيه حديث عن النبي الأمين في هذا الباب. وهذا المسألة أيضا ليست فيها النهي على الإطلاق، ولا أيضا الإباحة على الإطلاق، والمسألة فيها تفصيل في هذا الباب. لكن شوف، انظر أول صفة أنهم ما يطلبون أجرا، هم يدعون إلى الله جل في علاه. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا ينازعونكم دنيا ولا يطلبون من أموالكم. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كذلك، قاموا هم وذهبوا إلى النبي وتعاقدت كلمتهم على إغنائه وإعطائه المال، ومع ذلك يقول لن أترك ما أنا عليه ولو انفردت سالفتي.
فأعظم صفات الداعي إلى الله جل في علاه أنه لا يقصد بدعوته الدنيا وما فيها من الفسحة في المال والسعة والترف. نعوذ بالله أن يكون هذا ميل الداعي إلى الله أول من تسعر بهم النار ثلاثة. عالم فقط لأنه رأى بعلمه، فكيف إذا طلب الدنيا بعلمه؟ ولذلك كان السلف يحذرون من ذلك أيام تحذير. الشافعي هارون الرشيد ملأه ذهبا بثقله ذهبا عندما قال له أبو يوسف تقتل من؟ أتقتل الشافعي؟ ومحمد حسن شيباني قال هذا كنيف مرئ علما، أتعرف من الشافعي؟ فلما سمع كلامه وعلم بثقل ما هو فيه من العلم ملأه ذهبا، لم يخرج من آخر بوابة من بوابة القصر ومعه درهم واحد من هذا المال. لا ينازعونهم على الدنيا ولا يطلبون مالا. أنت ترى شوف الفضيل وغيره عندما كان يرسل إليهم الأمير أو ولي أمرهم فيمتنعون، ولما يسألون عن ذلك كان الجواب من كل واحد منهم أغنانا الله الذي أغناك عنا نحن نستغني به، نستغني بمن أغناك عنا. شوف أنت الأمراء وولاة الأمور يستغنون عن مجالس العلماء حتى الآن في هذه الأزمنة، يعني يزدرونها، لا يريدون كثير من هذه المجالس إلا ما رحم الله. ولذلك العصر غير العصر والزمان غير الزمان. في زمان الخلفاء الراشدين تمتلئ وتكتظ مجالسهم بأهل العلم والدين، لذلك مكن الله لهم من رقاب العباد والبلاد وربحوا الدنيا والآخرة، فنصرهم الله وجعلهم على الناس سادة وجعلهم لهم قيادة وريادة وفي الآخرة تمام السعادة بجوار رب البرية في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فسبحان ربي الكريم، فقال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهم لا يسألون أجرا بل يسألون الأجر من الله جل في علاه، لا يريدون دنيا يريدون آخرة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون على هداية تامة. وأقول وهم مهتدون من أجل أنهم يتبعون الوحي، وهذه آخر مسألة في الباب، هو أنه لا هداية بلا وحي، ولا يمكن يقال لأحد أنه على هداية إلا إذا كان مستمسكا مستعصما بالوحي. فلا هداية إلا بالوحيين، فالله أنزل الكتاب والسنة هداية للحائرين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكما قال الزهري ومالك وغيرهما التمسك بالسنة نجاة، نجاتكم نجاتنا في التمسك بالسنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين الذين يقتفون أثر هؤلاء ويتمسكون بسنة النبي العدنان ويهتدون بهدي القرآن. اللهم أمين يا ربنا. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. صحة القياس أو حجية القياس بضرب الأمثلة. السعيد من وعظ بغيره، شؤم المعصية لا يفارق العاصي. فإن المرأة بالمعصية يحرم الرزق والتوفيق. محاربة أولياء الله تستلزم وتستوجب العقاب والعذاب. محاربة أولياء الله واستعداء أولياء الله تستلزم العذاب والعقاب. عندما قالوا إن تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا واستعدوا الأنبياء قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وبالإسراف يستلزم العقاب والعذاب، وكما قال النبي قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد هزمته بالحرب. فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على صاحب القرية كيف أن الله جل في علاه قد أنجاه وكيف إخلاصه أنه دعا قومه حيا وميتا.
لا عقامه حيا وميتا. اللهم اغفر لنا التقصير واغفر لنا الزلل وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.